ايه كان نفسي تبقى احسن من كده بصراحه. ايوه انا يعني انا فعلا يعني اللي هو ايه ديت الدنيا. انا لسه كنت بقول لكابتن نادر يا ترى عنك حاجه حلوه يعني في حاجه حلوه ما شفناهاش النهارده. في حاجه حلوه النهارده حصلت؟ لا والله يعني ما عندكش جوه. انا فعلا اكتر حاجه حلوه بالنسبه لي الماتش خلص 1-0 يعني دي اكتر حاجه ايجابيه بالنسبه لي للاسف ودي حاجه تحزن يعني لان احنا لولا تالق الشناوي كان ممكن الماتش يروح في سكور دمه تقيل قوي يعني كان ممكن يروح لثلاثة واربعة لان منتخب نيجيريا راح على جولنا بمنتهى السهوله كتير جدا. قلت في الاول معلش ان انا بقطعك يا اسلام في الاول قلت في الاول ان الشناوي النهارده الوحيد اللي تالق عشان الوحيد اللي ضعف في مركزه تقريبا يعني. غالبا فاهم اللي هو دي حقيقه فعلا دي حقيقه لان الدنيا كانت مكعبله خالص كريم. ماتش يعني كلنا اتكلمنا عن كارلوس كيروش كتير جدا واتكلمنا عن طريقته وعن اسلوب لعبه وعن التجارب الكتيره اللي عملها في البطوله العربيه عشان يوصل لاحسن توليفه لان مع نهايه ماتش قطر في البطوله العربيه انتهت التجارب تماما والراجل بقى عنده قوام رئيسي واللعيبه بدلاء وبقى عارف كل التفاصيل. فان انت النهارده تيجي تجرب في ماتش زي ده وتبدل كل حاجه تعمل لنا بازل وملخبط الدنيا كلها كده لا ده موضوع صعب جدا. ماتش هيتحمله من اوله لاخره كارلوس كيروش